أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن دبي شهدت بعد ختام الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي للترايثلون ليلة بحرينية خالصة، وذلك بعد أن سيطر عدد كبير من المتسابقين البحرينيين على المراكز الأولى في مسابقات البطولة. سموه أشار إلى أن مشاركة هذا الكم الكبير من البحرينيين في الجولة الأولى هو دلالة واضحة على الانتشار السريع لرياضة الترايثلون في البحرين باعتبارها موطنا لرياضة الترايثلون في الشرق الأوسط. جاء ذلك في الحفل الختامي للجولة الأولى من بطولة ناصر بن حمد للتاج الثلاثي للترايثلون والتي أقيمت في دبي، حيث تم خلال الحفل تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة تحقيقه المركز الرابع في البطولة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة في جميع الفئات. وألقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كلمة في الحفل أشاد فيها بالمشاركة الكبيرة والمتميزة في جولة دبي، الأمر الذي يؤكد أن البطولة تعد واحدة من البطولات المهمة في رياضة الترايثلون. وأكد سموه أن السباق كان مثيرا وقويا من كافة النواحي نظرا لما يتمتع به المشاركون من قوة بدنية وفنية عالية. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تواجد كم كبير من الشباب البحريني في السباق يعطي الدافع من أجل مواصلة نشر هذه الرياضة بين الشباب البحريني. وأشاد سموه بمشاركة فريق الحرس الوطني في السباق وتحقيقهم للنتائج المتميزة، رافعا شكره وتقديره إلى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني على دعمه للفريق. مثل ما تشوفون في الفئات العمرية نساء ورجال في أصغر الأعمار وأكبر الأعمار حتى في 70 سنة عندنا بحرينيين اليوم صعدوا البوديوم، فهذه مفخرة كبيرة ما تنوصف فرحتي وافتخاري واعتزازي بالشعب البحريني اللي جانا في دبي وشرف مملكة البحرين فعلا. والعمر هل هذا يؤكد انتشار الترايثلون من البحرين إلى الشرق الأوسط؟ هذا يؤكد النجاح، والحمد لله أعتقد أن جهدنا ما راح خسارة، أنقذنا حياة أسر، أنقذنا حياة شباب، أنقذنا حياة كبار في السن عن طريق الرياضة. إحنا نحاول إن شاء الله نشجع الصغار ونشجع الكبار إن حتى تصبح الرياضة جزء من طابعنا اللي هي طبعا مو جزء من طابعنا، فأتمنى أن كلنا نسلك إلى خط الحياة الصحية الجيدة، وهذه بداية خير الحمد لله.